مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبار. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، وهو الترند. الترند ده اللي هي الحاجة اللي فجأة بتعمل ضجة وبتتشهر، اللي بتبقى درجة وناس كتير بتقلدها. قبل ما ندخل في الموضوع خلوني ارحب بفيروز. مساء الخير يا فيروز. مساء الخير عليك يا سارة، ومساء الخير على كل اللي بيشوفونا في حلقة النهاردة. زي ما سارة اتكلمت وقالت، احنا النهاردة هنتكلم عن الترند. الجري انواع، بجري ورا حلمي، بجري ورا شغلي، بجري ورا البيت ورا العيال، وبجري ورا الشهرة. المهم ان انا اكون بجري بطريقة تفيدني وما تضرنيش وما تضرش حد حواليا. خلونا نشرح معنى الترند بصورة سريعة. زي ما سارة اتكلمت وقالت، ترند جديد بيطلع، حاجة جديدة بنجري عليها كلنا ونقلدها. مش مهم الحاجة دي مفيدة مش مفيدة، ممكن نقلدها عشان نهزر ونضحك. انا مش ضد الموضوع ده ومحدش ضده، هي الفكرة بنقلدها ازاي. مش بنقلل من حد ومش بنقلل من نفسنا، وانا دايما مع مبدأ انت حر ان لم تضر. في فئات كتيرة بتجري ورا الموضوع ده متعددة، خلينا نتكلم عنهم شوية. بصي، هو تقريبا يعني معظم الأعمار دلوقتي بقت بتعمل كل حاجة. يعني مثلا خلينا أقول لكم، أول موضوع السوشيال ميديا وأول موضوع الفيديوهات وإن احنا نعمل فيديوهات بتضحك وكده، كان بس الشباب، كان الأندر إيج اللي هم سنهم من 10 لمثلا 16 سنة، دول اللي كانوا بيعملوا المواضيع دي. دلوقتي الموضوع اتطور، بقوا العواجيز بيعملوها، الاهالي بيعملوها، يعني اب او ام يستغلوا بناتهم في ان هم يعملوا بيهم فيديوهات تضربها فالبنت تعيط فتجيب يعني فيوز او بتجيب مشاهدات كتير، عشان بيكتبوا مثلا شاهد ام تضرب مش عارفه طفلتها بايه، وفي الاخر تعدي على الفيديو ما تلاقيش حاجه. فهم بيتشهروا من لا فايده يعني، والناس بتعمل شير لفيديوهاتهم عشان يعني يقللوا منهم ويقولوا ايه ده، هو في حد بيعمل كده؟ مش بيتشهروا على حاجه صح ان هم بيفيدوا الناس. وبرده الاندر ايج اللي هم زي ما قلت لكم من 10 ل 16 سنه، دول بقوا بيقلدوا اي حاجه وبيعملوا اغاني على ابلكيشن التيك توك، بيعملوا يعني فيديوهات على اغاني يعني ما تنفعش، فيها كلام خادش للحياه وخادش للمجتمع، ويعملوا رقصات غريبة لمجرد ان هي ترند وان هم يجيبوا فيوز ويتشهروا على الفاضي، والولاد تطلع تقلد البنات. بالظبط. في موقف كده قابلناه من فترة، الولد اللي كان عنده كانسر وطلع وشهر بمرضه ده، والناس تعاطفت معاه. يعني ده بشع. يعني ايه واحد يفول على نفسه ويقول انا عندي كانسر عشان يجيب فيوز ويجيب فولورز ويخلي الناس تتعاطف معاه وياخد منهم فلوس؟ هو دماغه، نفسي اعرف كان دماغه بتقول له ايه. هو مش دي بس، هو انا عايز اعرف الناس اللي حواليه كانت فين، اهله اصحابه، دي الفكره. اتعرف، ما هو اتعرف وكان باين والناس كلها عرفته، طب فين الناس اللي عارفينه اصلا؟ بصي، مالناش دعوه بالناس اللي حواليه، على الاقل مامته وباباه اخته اخوه، انتوا عارفين ان اخوك ما عندوش كانسر، ليه مجاريينه في الكدبه؟ ليه بتشجعوه على الغلط ده؟ ما ده اللي بيخلي الناس دي تاخد قيمتها في المجتمع، يعني زي ما بيقولوا تتمادى في الغلط، ان مفيش حد، مفيش رادع ليهم، او مفيش حد بيواجههم انه لا ما تعملش كده. مفيش، كله بقى سايب يعني الموضوع رباني يحصل اللي يحصل. بس خلي بالك، انا مش بقيس الموضوع عن الولد بس اللي كنا بنتكلم عنه، في حاجات زي كده كتير. بقيت حاسه ان الاهالي نفسهم ما عندهمش وعي بالموضوع، بقى كل الناس بتجري ورا الشهره والترند، وان هم عايزين تتبسط بعيالها بالحاجه اللي هم ما بيعملوهاش، يعني هم حاجه ما بيعملوهاش والاهالي بتتبسط بيهم، انه بصوا بيعمل ايه، ممكن يبقى بيرقص على اغنيه مش حلوه، بيعمل حركات مش لطيفه، يا فظيع جميل. لا، مش كل حاجه نتبسط بيها. هو الفكره ان الضرر ما بقاش على شخص واحد، الضرر بقى بيتنقل مني ليكي لاهلي لاصحابي لقرايبنا للناس اللي حوالينا، بقى مجتمع. فالاطفال بتنشأ على الغلط، لان هم بيشوفوا ان ده الايه العادي والدارج. ايه المشكلة؟ لعلمك دلوقتي احنا لو هنقارن دلوقتي بمن 10 سنين او 20 سنة، هنلاقي ان اللي زمان كان مصيبة دلوقتي بقى عادي. فيها ايه؟ بس مقاييس المجتمع اتغيرت كتير جداً. يعني
في حاجات كتير ما كانش ينفع تحصل زمان وبقت بتحصل دلوقتي زي ما انتي بتقولي يعني. ايوه ما انا بقول لك دلوقتي، يعني مثلا البنات اللي اتشهروا على التيك توك دلوقتي، اي واحده بتلاقيها اتشهرت فجاه تلاقيها لابسه لبس لا يصح ان هي تلبسه قدام ويا ريت ان هي بتلبسه ان هي بقى مثلا زي الاجانب، بتحس ان شكلهم عادي، انت شكلك مش غلط بغض النظر عن اي حاجه دينيه طبعا، بتلبس لبس مش لطيف وبيبقى واضح غرضها من الفيديو ان انا ولادي يعملوا فولو لايكس واستفز الناس بالمحتوى بتاعي، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ اعملوا شير، بصوا البنت المستفزه دي بتعمل ايه، بصوا فهتتشهر. ليه بقى ليه بقى اصلا بيعملوا كده؟ لا هو انت يعني انت عايزه تقولي في الاخر ان احنا اللي بنعمل قيمه للموضوع، بالظبط، احنا من غير ما معترضين، نحس. احنا معترضين وبنقول للناس ان احنا معترضين وبرضه ماشيين نعمل شير ما كل ونزود حد في بيعترض الفيوز. يبعت لصاحبته او يبعت لصاحبه، بص الفيديو ده، بص الفيديو ده مستفز ازاي، فبنشوف فيوز قد كده وبنعمل شير، فبنعمل لهم قيمه وبتشهروا من غير ما نحس. بس خلي بالك انا واحده من الناس ما كنتش فاهمه ده في الاول، يعني انا كنت بعمل شير وبشوف الفيديوز وبتفرج على الترندات اللي طالعه جديده وما كنتش فاهمه ان انا بساعدهم بالظبط، ان هم على يوصلوا الموضوع، اكتر. بس اما فهمت بصراحه بس بطلت انت اعمل عارفه كده ايه يعني. غرضهم من الموضوع ده؟ الفلوس. ما هو لما واحده واحد نفترض انا شفت واحد عجوز والله العظيم طالع يرقص قدام الكاميرا ويعمل حركات كأن والله ما حصلش طفل عنده سنتين، ويتشعلق على الحيطه وكان في بتاعه كده مروحه ويتشعلق عليها، ايه انا جده، انا عمه، انا طب دول بيجيب احفادهم فيوز. ما يشوفوها يعملوا ايه؟ بالظبط، فهو بيقلل من نفسه عشان ايه؟ عشان البرامج زي التيك توك وزي اليوتيوب هي ملهاش دعوه انت بتعملي محتوى ايه، يعني الا اذا كان طبعا محتوى عنيف او كده فهم بياخدوا بالهم، لكن غير كده هم مش هياخدوا بالهم، فهيدوهم ايه؟ فلوس، فهيبقى معاهم فلوس وهيتغنوا وهيتشهروا من ايه؟ من لا شيء. بس خلي بالك زي ما بنتكلم عن عيوب البرامج دي في ليها مميزات طبعا كتير. البلوجرز يعني الناس دي في ناس مظلومة وفي ناس واخدة حقها، ليها مميزات وعيوب. بس خلينا نتكلم عن موقف مش حصل معايا بس حاجة فكرت فيها. كان عندي مشروع التخرج بتاعي، الماركتنج بلان بتاعتي كانت قايمة على ان انا هتفق مع بلوجر او هتفق مع حد عنده فولو اللي هو البلوجر يعني يعمل لي ماركتينج. ريفيو، يعمل لي ماركتنج للمشروع بتاعي. الحاجات دي مفيدة على فكرة، حتى لو هما بياخدوا فلوس قصاد الكلام ده، حتى لو هما معتبرين ان هو بقى هما شغل شغل، حتى لو هو شغل، انت مش عملتي لي خدمة. بالظبط، وانا استفدت. في ناس بقى تطلع تعترض ليه تاخدي فلوس مش من حقك، لا من حقك، انت عملتي لي خدمة وانا اديتك بالظبط، لا فلوس ما قصادها. الناس دلوقتي بتطلب خدمات من البلوجرز من غير ما يدفعوا ولا حاجة، انه عادي انت ما بتتعبيش، انت ما بتعمليش حاجة، بس انا عايزة استفاد من وراكي. في ناس شوية بتستغل المواضيع دي. بس خلي بالك برضو يعني في ناس بدأت تستغل الموضوع ده بطريقة غلط من البلوجرز نفسهم، بدأوا يتكلموا في حاجات غريبة في أرقام خرافية، في حاجات بتطلع على الفيسبوك كده تحسك طب الموضوع مش كبير قوي كده يعني، ما تستغلوش برضو شغلانة قدمت لي خدمة بس في واخدت ناس حقها، بس مش كده. بتستغل بقى الناس اللي محتاجه لهم، اللي هو زي ما انت بتقولي مثلا لو انت عايز تعملي ريفيو المطعم بتاعك او كده، فهم بيستغل الموضوع ده ويطلبوا من الناس مبالغ ماليه مهوله يعني بجد. وبرده زي ما انت بتقولي، انا شفت صفحات كتير بتبيع يعني شوبينج اونلاين، كانت بتشكر في بلوجر انت سبب، يعني ما شاء الله صفحه عندها 800 الف بقت او كده، منزله كم اسم بلوجر، انت سبب في ان انا بكسبه ده، انا لولاكي كذا. فالموضوع ده بيفرح برضو ان حد يبقى سبب في رزق حد بعد ربنا طبعا. موضوع هو انا منكرش الموضوع ده لان هو حصل مع ناس كتير، انا شفت البيجز بتاعتهم بعيني وشفت محلاتهم وشفت الحاجات دي، هم اتعرفوا بسبب الموضوع ده، بسبب ان في ناس طلعت عملت لهم ماركتنج للموضوع. بالظبط، فهو في الاخر في حاجات مفيدة زي ما انا قلت في الاول، انت حر ان لم تضر. بالظبط. وعايزه اقول لك برضو ان في ناس فاكره ان هو زياده العدد الفولورز او المتابعين عندها ده حاجه عاديه، انا هصحى اتصور لما اصحى واتصور قبل ما انام واتصور وانا خارجه. لا، انت كل شخص بيزيد عندك في الاكونت او الصفحه بتاعتك مسؤول منك، وانت بتبقى يعني مسؤول عن، لو عندك مثلا 300 ألف انت مسؤول عن ال 300 ألف، مسؤول عن كل حرف بيطلع من لسانك، لانه في اطفال بتتابعك وفي ناس لسه بتكون تفكيرها بتتابعك، ممكن كلمة منك تغير مجرى حياة شخص كامل، فكون مسؤول عن كل كلمة بتقولها، لا عشان ما تبقاش سبب في ضياع
اطفال كتير. برضو يعني ايه نتائج الموضوع ده على الشخص؟ احنا خطفناها كده، بس خلينا نقول ديتيلز فيها عشان الناس برضو تاخد بالها، عشان الموضوع خطر بجد. النتائج ما بقتش على الشخص زي ما احنا قلنا، بغض النظر هي عن المجتمع كده كده، لا على الشخص نفسه، ايه اللي بعد كده ممكن يحصل؟ المجتمع. انا بتكلم عن الشخص والدايره المقفوله اللي حواليه الشخص ده. دلوقتي لو انت بتتكلمي على السن الصغير زي ما قلتي من 10 ل 18 سنه هيكبروا، طب دول لما اولادهم يشوفوا الحاجات اللي هم كانوا بيعملوها، انا مش بقلل من حد، بس انت اللي قللت من على نفسك. المحتوى الغير هادف، ما بنتكلمش عن المجتمع الترفيهي او اللي بيضحك او الناس اللي بتقدم تفيد الناس او الناس اللي بتنزل مثلا فاشن او اي حاجه، بنتكلم على الناس اللي محتواها غير هادف. بالظبط، احنا مش طالعين ان احنا نقلل من حد او أنهاجم. نقول لحد ان اللي انت بتعمله ده غلط، احنا مش جهه ان احنا نحاسب حد. بالظبط. احنا طالعين بنوعي وبنفهم الفرق ما بين ان انا ادي لك معلومه تفيدك او ان انا ادي لك معلومه اصلا ملهاش اي لازمه بطريقه تضرك. تضرني قبل ما بالظبط. تضرك. يعني احنا لازم نستغل الشهرة دي صح، نستغل عدد الناس اللي عندنا على الاكاونت صح عشان نفيدهم وناخد ثواب فيهم ونخلي حياتهم احسن، سواء مساعدة كريفيو كفلوس ليهم او سواء مساعدة فكرية ان احنا نطور منهم او نساعدهم ازاي يفكروا او نساعدهم في حياتهم بشكل عام. فقرتنا خلصت بسرعة، ان شاء الله نشوفكم في فقرة جديدة. حلقتنا خلصت، نشوفكم الخميس الجاي في نفس الميعاد.